أسألك سؤال واضح وصريح ومباشر، إن قدر الله لنا عدم الصعود إلى الأدوار القادمة في أفريقيا، هل ترى أن يكون هناك تدخل من اتحاد الكورة مع كيروش بعد رحيله، ولا لأ مفيش وقت نأمن ونحاوط عليه ونشوف إيه اللي يساعد ونساعده عشان يروح للمباراة الأهم بالنسبة لنا، أو يعني هتبقى ساعتها الأهم يعني اللي هي مباراة السنغال في بلفاص، أنت شايف إيه؟ لا قدر الله لو حصل أي إخفاق أكيد أنا مع التدخل السريع، التدخل المباشر، مع نجيب مدرب بقى يعرف عن الكرة الأفريقية يعني بشكل كبير، يعرف عن اللعب. تبقى من مؤيدين رحيله؟ طبعًا طبعًا. لا قدر الله يعني خسرنا؟ أكيد النهارده أنت راجل جيت، جيت في وقت صعب، لعبت معايا تصفيات كأس العالم، أوكي ما لعبتش مع الفرقتين الأقوى في تصفيات كأس العالم، فرق طبيعي إنك تتصدر مجموعتك، رحت البطولة العربية، الأداء كان أداء غير يعني أداء غير جيد بالنسبة لنا كجماهير، هو بيتعامل مع منتخب مصر كأنه مش منتخب مصر، بيتعامل مع منتخب مصر كأنه منتخب صف تاني في القارة الأفريقية، لأ بيتعامل مع منتخب مصر يعني ان هو بقى بيكون فريق، بيشوف اللعيبه، طريقه اللعب في التشكيل، اللاعب ده يلعب في المركز ده، يلعب في المركز ده، لا منتخب مصر اسم كبير. النهارده اشرف حكيمي، هل اشرف حكيمي النهارده في منتخب المغرب يقدر حليلوزيتش يلعبه في مركز تاني غير مركزه؟ ما بنشوفش الكلام ده غير اللي حصل معانا في البطوله العربيه، شفنا الكلام ده حصل معانا في بطوله الامم الافريقيه. لكن ما تعرف يا ماهر، هو نفسه قال النهارده، مش انا اللي بقول، ان احنا نستعد لكتابه التاريخ بان احنا نفوز على كوت ديفوار. يعني شايف ان منتخب مصر هيكتب تاريخ اما يفوز على كوت ديفوار؟ دي ده من بطولتين احنا كنا في النهائي. دي معناه ان هو ما يعرفش قيمه منتخب خالص، مصر عشان قلت لحد يكلمه بس، يعني حد حاول يفهمه. يعني بدات اخف يعني بصراحه ان يكون في حد بيكلمه. بس اي يعني خليني اقول لك على حاجه، احنا النهارده في تصفيات كاس العالم تصنيف تاني، منتخب مصر في الخمسه التانيين في تصنيف كاس العالم. اي واحد من الخمسه الاوائل قبل القرعه لو كنت سالته تتمنى تبعد عن مين؟ يقول لك ابعد عن مصر رغم الاداء بتاعنا، بس اسم منتخب مصر اسم قوي جدا في القاره الافريقيه. طيب. وجود محمد صلاح مخلي كفتك فوق بشكل كبير، انت معاك واحد من افضل لعيبه العالم، ده المفروض يفرق معاك بشكل كبير. لكن احنا يعني هي بقى مش عارف، هي عدم ثقه في انفسنا او احنا اللي عملنا في نفسنا كده ومقللين من نفسنا.